أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ في شراكة مع موانئ دبي العالمية المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة أول خط ملاحي مباشر يربط بين مينائي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية عبر ميناء جدة الإسلامي. وتمثل تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها رسميا اليوم بداية لعهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة، إذ يهدف الخط الملاحي الجديد الذي يعد الرابع من نوعه الذي تطلقه موانئ السعودية خلال عام 2020 إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر تحت إشراف ومتابعة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل السعودي، وذلك في إطار رؤية وزارة النقل التي تستهدف ربط المملكة بجيرانها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية. بداية نبارك لكم إطلاق الخط الملاحي الجديد وهذا التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، كيف تصف هذه الخطوة وكيف يعزز هذا الإعلان من أواصر التعاون بين دولة الإمارات والمملكة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما ذكرت أن الخط هذا هو رابع خط، لكن الجدير بالذكر أن التعاون بين هيئة الموانئ السعودية وشركة موانئ دبي العالمية يمتد لأكثر من 20 سنة، وتم تجديد هذا التعاون من خلال توقيع عقد الإسناد والتشغيل لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف العقد الجديد إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 3,600,000 حاوية بالسنة لمدة 30 سنة باستثمارات تزيد عن 3 مليار ريال سعودي، تقريبا 800 مليون دولار أمريكي. وهذا يدل على أن التعاون قديم بين المملكة موانئ المملكة العربية السعودية وشركة موانئ دبي العالمية، ومستمر إن شاء الله في المستقبل. نعم معاليك، ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية وكيف سيتم الاستفادة من الخط الملاحي الجديد على مختلف الأصعدة؟ طبعا هي هذه أحد خطط الطموحة لتفعيل موقع المملكة والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي اللي يربط القارات الثلاثة، وبصفة عامة وبصفة خاصة الاستفادة من موقعنا الجغرافي على البحر الأحمر الذي تمر فيه أكثر من 12% من التجارة العالمية. فإن من أهم وأبرز الأهداف الاستراتيجية هي زيادة ربط ميناء جدة الإسلامي بالموانئ في المنطقة والعالم، الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الموجودة في الميناء، الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء جدة الإسلامي في عمليات المسافنة بالتعاون مع الزملاء والإخوان مشغلي محطة الحاويات الجنوبية من شركة دبي العالمية. بالإضافة هو تيسير وتسهيل التجارة بين الدول المجاورة ودول المنطقة، بحيث يكون عندنا خط منتظم لنقل البضائع بين جبل علي والسخنة وإن شاء الله مرورا بميناء جدة الإسلامي. نعم، يعتبر هذا الإعلان هو الإعلان الرابع من نوعه الذي تطلقه موانئ السعودية خلال عام 2020، هل تتوقع المزيد مثل هذه الإعلانات قبل نهاية العام الحالي؟ هنا يجب أن أقف وأذكر مقولة سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: طموحنا عناءنا السماء. فلدينا خطة استراتيجية لتطوير النقل البحري وتطوير ربط الموانئ وزيادة الطاقة الاستيعابية. إن شاء الله تسمعون خلال الأسابيع القادمة عن زيادة بعض الخطوط أو استفادة من تكبير بعض هذه الخطوط مع شرق أفريقيا وإن شاء الله وآسيا من خلال موانئنا على البحر الأحمر أو الخليج العربي. نعم،
معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.